بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. أهنئكم أخواني بمولد الإمام الحجة عجل الله فرجه، ونسأل الله أن يعيدنا على مثل هذه المناسبات في خير وعافية. لدي بعض النقاط المختصرة التي تود إدارة المأتم توضيحها للأهالي الكرام. أولا، فيما يتعلق بتطورات مأتم النساء، فإن إدارة المأتم تقوم حاليا بالترتيب لإجراء انتخابات لمأتم النساء في الفترة المقبلة، وهي تقوم الآن بدراسة هذا الأمر على كافة الأصعدة، وستعمل الإدارة على تهيئة الظروف ومساعدة نساء القرية للانتقال إلى النظام المؤسسي الإداري عن طريق الانتخاب المباشر من قبل الجمعية العمومية للنساء، وهي تقوم بتنظيم ذلك الآن. نقطة أخرى فيما يتعلق بتطورات مأتم النساء، فإن إدارة المأتم تسعى خلال الفترة المقبلة، وخصوصا في فترة جهوزية مأتم النساء عندما يجهز مأتم النساء، تسعى إلى انتهاج نهج جديد في توزيع الوجبات الخاصة بالنساء، وهي إعطاء النقطة هي إعطاء مأتم النساء الوجبة لتوزع على النساء أنفسهم، يعني بدل ما توزع هنا توزع في مأتم النساء أنفسهم بعد إحياء الفعالية أو المناسبة. ومن يريد من أصحاب المياقيت تخفيف المصروف عليه أن ينهج نفس الطريقة. هذا فيما يتعلق بمأتم النساء. نقطة أخرى تود إدارة المأتم التأكيد عليها، وهي أنها تستقبل انتقادات الأهالي البناء بكل رحابة صدر، وأنها لا تألو جهدا في النظر فيها والسعي لتطبيقها. ومن الانتقادات التي وصلتها مؤخرا رسالتين مكتوبتين تشير إلى بعض الملاحظات، والرسالة الأولى كانت من السيد هارس السيد إبراهيم جزاه الله خيرا، والرسالة هي مكتوبة تتكون من 8 صفحات يشير فيها إلى بعض الملاحظات فيما يتعلق بالقصائد الحسينية في موكب العزاء والسبل المتبعة لتطوير الموكب. والرسالة الثانية من أخيه السيد عقيل أيضا السيد الشبار يشير فيها إلى بعض الملاحظات المأتم، ونحن نشكر أصحاب هاتين الرسالتين للأسلوب المتبع فيها لتوصيل الانتقاد، وندعو الأهالي بالحد وحدوهم في التواصل مع الإدارة بشكل مباشر، ويمكن ذلك من خلال إرسال رسائلهم وانتقاداتهم واقتراحاتهم وملاحظاتهم من خلال الرسائل المكتوبة كما فعل الإخوان، أو من خلال التواصل الإلكتروني بإرسال رسائل إلى رقم اللجنة الإعلامية على الواتساب. هذا ما لدي، ونبارك لكم مجددا، ونسأل الله أن يعيدنا على مثل هذه الليالي في خير وعافية. أفلح من يصلي على محمد وآل محمد.